الاحتمال بنسبة كبيرة ان يكون اللي انا بخمنه في الصيف الجاي، في بداية الموسم الجاي احتمال. اصحابي اصحاب الموجز الرياضي، يا اهلا بيكم معايا في الفيديو ده. بثبت لكم ان العبد لله في اخر يناير لما امام عاشور جاله العرض بتاع الدنمارك، كنت اول واحد بقول ان امام عاشور ربما هيروح النادي الاهلي، وكان في علامات تانية كتير. الاول هنرحب بلاعبنا الجديد امام عاشور، الصفقة اللي عملت بوم، الصفقة اللي فعلا صفقة العمر، الصفقة اللي كل الزملكاوية هيطقوا ويقول لك ترجع تاني، الصفقة اللي خلت كل صفحات الزملكاوية تجيب فلاش باك للاحداث اللي عملها امام عاشور واللي اعتذر عنها. وهنا جاي يتكلم في حكاية اعتذر عنها. في ناس كتير هتقول لك لا أو ما ينفعش امام عاشور وغلط وما غلطش ومش عارف ايه والكلام ده كله، وازاي مبادئ النادي الاهلي ومش مبادئ النادي الاهلي والكلام اللي في تشدد وفي عصبية، وما يهمهمش مبادئ النادي الاهلي، ما بيهمهمش لاعيبة النادي الاهلي، المهم ان امام عاشور ما يفيدش النادي الاهلي وما يبقاش الصفقة اللي قالت بوم واتخذت من نادي الزمالك ويبقى قلم وخده الزمالك وإدارة الزمالك وجمهور الزمالك. الإخوة الأهلاوية اللي بيتكلم عن المبادئ، مبادئ النادي الأهلي هي المبادئ العادية اللي فيها أدب وفيها أخلاق وفيها احترام وكل شيء. لما أجي أنا أغلطت فيك أنت كأهلاوي ماشي، لكن ما مدتش إيدي ما لمستكش، يبقى إذا لو أنا غلطت فيك في ميدان أو غلطت فيك في حارة أو في عطفة أو في زقاق أو في مدق أو في عشيرة أو في قبيلة أو في دولة أو في قارة، وجيت في نفس المكان اعتذرت لك فيه، إذا أنت قدام الناس أثبتت إن أنت عندك القدرة إن تخليني أنا أعتذر لك. لو ما عندكش القدرة إن تخليني أعتذر لك يبقى أنا هفق وما عنديش لا مبادئ ولا عندي كرامة، لكن قدرت بقوتي إن أنت ترجع وتعتذر لي. دي مبادئي. لما تيجي بقى بعد كده في نفس المكان و تروح مكان تاني زي اعلى برنامج مشاهدات في العالم العربي في رمضان رامز جلال، وتيجي تقول انا اسف للخطيب، اسف للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ده اسف تاني، يبقى انا خرجتك من مكان مرة واحدة وتقول فيه اسف، ورحت مكان تاني وقلت فيه انا اسف، اذا هي بقوتي قدرت اخليك ترجع وتديني حقي وتقول لي اسف بدل مره اتنين وتلاته. رحت اعتذرت لوليد سليمان ورحت كمان لمحمد عبد المنعم واشتريت جمهور النادي الاهلي. هل من مبادئ النادي الاهلي اللي هي زي ما فيها قوه نفس الوقت فيها رحمه لواحد اشتراني وساب ناديه وراح ساب الفلوس الملايين بره وترك 250 الف دولار من حقه عند ميتلاند وقال لك هروح النادي الاهلي بكل المبادئ وبكل الاخلاق اشتري اللي شاريني، اشتري الطفل اللي غلط وهو صغير ولما كبر فهم واحترمني وقال لي جاي لك والبس تيشيرتك اللي عليه النادي الاهلي. المهم انا جاي هنا بقى عشان اقول لك انا معايا فيديو يوثق ان انا قبل شهر يناير، انا كان في فيديو انا عاملهم على امام عاشور وكنت عاملهم على ابلكيشن كواي، واحد جاب لي بتاع 120 الف مشاهده او 160 الف كمان، كان زايت واتشتمت كتير من الزملكاويه ساعتها، وواحد تاني كنت بتوقع ان امام عاشور هي بعد ما يخرج هيجي للنادي الاهلي. هسيبكم دلوقتي مع الفيديو بتاع امام عاشور، وكمان اثبت لكم بيه ان انا كنت اول واحد مخمن وكنت بنسبة كبيرة كنت عارف ان امام عاشور هيرجع للاهلي، وافتكروا السبب اللي امام عاشور بسببه انا توقعت انه هيرجع للنادي الاهلي، انه شال بند انه ما يلعبش في مصر الا النادي الزمالك. هسيبكم مع الفيديو بتاعي من ايام شهر يناير او قبل يناير كمان، لان بتاع يناير انا اتمسح من عندي لكن ده من قبل يناير. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم وكملوا مع الفيديو. سلام. الخبر ده قريته من شوية ان بيقولوا ان اخر ماتش لامام عاشور هو ماتش فيوتشر.
وربما يعني ما يكملش مع الزمالك. وعرفت ان كان امام عاشور مفروض ان في اول موسم كان واخد وعد ان هو عقده يتعدل، وحصل في مساومات وانقطع عن التدريبات وانقطع المطوشة، وخد وعد ان هو يتعدل وتقريبا ما حصلش في حاجة. لكن الموضوع في تركية هي عشانها جبت خبر امام عاشور. امام عاشور في ناديين بيتكلموا عليه، واحد تركي وواحد دنماركي. الدنماركي اسمه ميتلاند، وصاحب نادي ميتلاند ده راجل اهلاوي. فاذا امام عاشور مشي، هما كانوا بيقولوا طالبين 3 مليون يورو، اذا امام عاشور مشي اخمن ماشي واحبذ الكلام ده، لان امام عاشور بعد الفترة اللي كان بيعمل فيها اساءات للنادي الاهلي بقى يروح لاكرم توفيق، وبقى يصالح كمان وليد سليمان. واخر ماتش ده لما في لعيبة من الاهلي في ماتش التلاتة كان واقع طلع الكرة بره، ففي كده حالة استلطاف من امام عاشور، بالذات لما لعب في المنتخب وزامل محمد عبد المنعم في المنتخب. اظن حتة الالفة والتجمع بتاع المنتخب بيغير حاجات من اللعيبة اللي ما بتكونش اساسا اتجمعت في تجمع زي تجمع وطني، فتقريبا التجمع الوطني بيسهر اللعيبة مع بعض فبيخليهم يفهموا بعض اكتر. فكان في سوء تفاهم تقريبا عند امام عاشور او تحزب من ناحية الزمالك وناحية الاهلي، فكان بوطنيته الشديدة للزمالك، فاصبح دلوقتي لاعب ناضج ربما تزامله مع النادي الاهلي. وكمان اخر الماتش كان بيهزر مع كهربا. انا بعلق الفيديو ده لاحتمال بنسبة كبيرة ان يكون اللي انا بخمنه في الصيف الجاي، في بداية الموسم الجاي، احتمال ربما يكون امام عاشور في النادي الاهلي. بس طبيعي محدش يختلف على قوة الجسمانية بتاع امام عاشور، تصويباته الجميلة كويسة، ان ركز في الملعب اكتر هيجي منه كتير اوي 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 وينفع الاهلي. اتمنى ان يكون حد من المشاهدين برضو يرد عليا، هل تخميني صح ولا لا؟ هل ممكن اللعبة دي تمشي وامام عاشور يلف ويرجع تاني للنادي الاهلي؟ الصفقة دي لو حصلت هتبقى صفقة قوية جدا اكتر من صفقة القندوسي. وما تنسوش لو انت تابعت معايا الفيديو لغاية هنا ارجوك اضغط لايك عشان بيرفع الفيديو. سلام.